في تجربة الصوت الغرض من التجربة عندي أكتر من حاجة بعملهم في التجربة. أول حاجة منهم إن أنا أجيب سرعة الصوت عمليا، نمرة اتنين إن أنا أجيب تردد شوكة مجهولة، نمرة تلاتة إن أنا أعين نص قطر الأنبوبة اللي موجودة اللي هي دي بارين. في التجربة دي أنا عندي مجموعة من الشوك الرنانة، كل شوكة من الشوك الرنانة اللي موجودة عندي دي المفروض إن هي بتكون عقدة عند لما أحرك الأنبوبة، تكون عقدة عند سطح المية وبطن عند فؤاد الأنبوبة. تكوين العقد عند سطح المية وبطن عند فؤاد الأنبوبة يخليني أسمع صوت الرنين اللي بيحصل في الشوكة اللي موجود عندي. بمجرد ما بسمع صوت الرنين اللي موجود ده بسجل المسافة من أول سطح المية، يعني من أول النقطة دي كده لغاية فؤاد الأنبوبة اللي موجودة. المسافة دي يبقى هي دي الطول اللي حصل عنده الرنين، والمفروض إن البطن بتتكون فوق مستوى سطح الأنبوبة بمسافة صغيرة بسميه تصحيح الفواه. المسافة دي برمز لها بالرمز إكس، والإكس دي بتساوي 6 من 10 مضروبة في R، حيث الR دي نص قطر الأنبوبة الداخلي. ممكن أقيس نص قطر الأنبوبة الداخلي بالقدم وأقيسه مرة تانية أو أحدده مرة تانية باستخدام الرسم البياني. فبجيب الشوكة الموجودة عندي وبمسكها من الطرف بتاعها بالمنظر ده كده، وبخبطها في الجزء أو مقدمة الشوكة خبطة بسيطة بحيث إن الشوكة اللي عندي تبدأ إيه تهتز. بعد ما أخبط الشوكة أقرب إيدي من الأنبوبة وما حركش الأنبوبة قبل ما أخبط الشوكة، وحركة الأنبوبة تكون حركة بطيئة ما تكونش حركة سريعة عشان أقدر أجيب النقطة اللي بيحصل عندها أوضح إيه صوت بالمنظر ده كده. اول ما اسمع الصوت بالمنظر ده كده بثبت الانبوبه عشان ايدي ما تتهزش، واقيس مسافه مغلوطه، واحط المسطره موجوده عندي اهي، واقيس المسافه من سطح الميه لغايه فوات الانبوبه، ولتكن المسافه في حاله الشوكه 512 طلع عندي بكام؟ ب 16 سم. بعد ما خلصت الشوكه الاولانيه اللي هي الاعلى في التردد، باخد الشوكه اللي اقل منها في التردد، ومعنى كده ان المفروض ان انا كل ما التردد يقل الطول هيزيد، ان العلاقه بين الطول والتردد هي علاقه ايه؟ عكسيه. فبخبط الشوكه وبكمل بعد الارتفاع اللي انا وصلت له لغايه ما اسمع الصوت ده اللي هو صوت الرنين، واكرره مره ثانيه عشان اتاكد من الصوت الموجود عندي، او اسمع اوضح صوت وفقيس بعد كده المسافه من اول سطح الميه لغايه فؤاد الانبوبه. المسافه دي ب 19 سنتي مع الشوكه اللي هي 426. هكمل بقيه الشوك اللي موجوده عندي كلها واسجل في الجدول العلاقه بين واحد على التردد وطول الشوكه اللي انا بجيبه ثلاث مرات، الطول اللي بيحصل معاه اللي بجيبه ثلاث مرات، واخد المتوسط بتاع الثلاث مرات الموجودين عندي. لما اخلص هو بيديني شوكه كمان زياده اضافيه، الشوكه دي ممسوح من عليها التردد بتاعها، والمفروض ان انا بجيب تردد الشوكه المجهول. فببدا بجرب الشوكه المجهوله عندي زي ما اكون بعمل شوكه عاديه خالص لغايه ما اجيب الصوت اللي يطلع عنده اوضح صوت. وبلاحظ ان الصوت اللي موجود عندي اللي بيطلع كل ما بيقل تردد الشوكه كل ما الصوت بيبقى عريض، يعني ما بيطلعش في نفس حته الشوكه من 512. اقيس المسافه من اول سطح الميه لغايه فوات الانبوبه ثلاث مرات، اكرر التجربه ثلاث مرات واحط النتائج اللي موجوده عندي في الجدول، وبعد كده ارسم العلاقه البيانيه المطلوبه بين العلاقه البيانيه بين واحد على التردد اللي موجود عندي وبين الطول اللي بحصل عليه. هلاقي العلاقه دي علاقه خط مستقيم، الخط المستقيم ده بيمرج بنقطه الاصل وبيقطع لي مسافه من محور الصداد مقداره اكس، الاكس دي اللي هي عباره عن 6 من 10 مضروب في نص قطر الانبوبه الداخلي، ومنها اقدر احسب نص قطر الانبوبه الداخلي بطريقه بيانيه. يبقى ده لما يقول لي جرافيكالي فايند ذا انترنال راديوس اوف ذا تيوب. انما لو طلب مني نص القطر الداخلي بستخدم القدمه اللي موجوده عندي بالمنظر ده كده، وبحط الطرفين بتوعها جوه الانبوبه بالمنظر ده اهو، بحيث الطرفين الورانيين يبقوا هم جوه الانبوبه، واخد القرايه بتاعت القدمه قرايه عاديه جدا زي ما باخد قرايه اي قرايه موجوده ايه